حسين بن علي ثار امام هذا الانحراف ليعلم الاجيال المسلمة على مر التاريخ هذا الدرس الكبير، ليعلمهم واجبهم تجاه الحاكمين الذين يريدون ان يبعدوا الدين عن ساحة الحياة الاجتماعية وان يحصروه في زوايا المساجد والمعابد حتى ولو كان ثمن النهوض بهذا الواجب تقديم دم زكي كدم الحسين، فلذة كبد رسول الله وعلي وفاطمة ودم كوكبة من اصحابه واهل بيته. الامام الخامنئي دام الله.